للعصبية، في بعض الأهالي بيكون عندهم عصبية شديدة جدا، بتبقى حاجة محرجة وفي الوقت نفسه بتأثر على الأولاد، فبالتالي الأولاد كمان بيكون عندهم عصبية شديدة لأن هم بياخدوها من أهاليهم، فبالتالي ممكن يسببوا إحراج لأهلهم. يعني ممكن مثلا يكون طفل عمره 4 سنين وفي كي جي مثلا، وبالتالي نلاقيه من كتر العصبية ابتدى مثلا يرد على الأم قدام الناس بطريقة منتهى العصبية وبطريقة كده أجريسيف، يعني في عنف وفي تعنيف للأم والأم محرجة ومش عارفة تعمل إيه. إزاي الأم تتعامل مع الطفل العصبي؟ الطفل العصبي بيبقى برضو، أنا دايما دايما لما بتكلم مع الأمهات بقول إن إحنا محتاجين نرجع إنه ده سلوك، إيه اللي ورا السلوك؟ وممكن يكون عصبي لأنه مش عارف يعبر، مش عارف يوضح لك هو ان هو متضايق من ايه، او ان هو انا عايزه افهمك انا زعلان ليه، او انا محتاج ايه. زي مثلا لما بنخرج في اي مال ونلاقي مثلا ان طفل بقى بيترمي في الارض ونايم في الارض، او بيدبدب على الارض، انا عايز ده، يعني انا عايز ده ويترمي في الارض، وبتبقى الام قاعده اللي هو طب انا هعمل ايه والاحراج ده قدام الناس. تتعامل معاه ازاي في الحالات دي؟ احنا يعني انا اتعلمتها كده، اقعدي جنبه في الارض، لو احنا في وسط المول اقعدي جنبه في الارض لحد ما نوبه الغضب بتاعته تهدى. واهم حاجه ان احنا بنقر مشاعر الطفل، انا عارفه ان انت زعلان، انا عارفه ان انت متضايق، مثلا انا عايزه اشتري لعبه قوي. دي بتهدي، يمكن بتوصله يمكن نص حده الموقف بتنزل، لانه بيفهم انه هي مش بتتجاهلني، هي فاهمه ان انا زعلان، بس انا ممكن ابتدي بقى اهدى عشان هسمع هي هتقول ايه. وممكن كمان، ما اعرفش لو انا صح ولا غلط، بس ممكن كمان ان احنا نوعده ان وقت عيد ميلادك او لو نجحت في ممكن اتفق لما يبتدي يهدى بقى هبتدي اتكلم معاه. فانا محتاجه الاول ان انا استنى لما يهدى خالص. في ناس بقى بتقول لا انا ما اقدرش اعمل كده، ده بيحرجني في المال وهو انا كده لازم هشيله وهمشي. لا، احنا مفيش مشكله، احنا ايه اللي بيضغط علينا بيخلينا نعمل كده؟ الاحراج قدام الناس. بالظبط. انا محتاجه ان انا اقفل وديني واقفل عينيا من الناس، لانه دايما كده كان عندنا في التراث قصه جحا والحمار وابنه. فجحا عمل كل المحاولات يعني اللي حصلت طول القصه علشان يقدر ان هو يرضي الناس ومش بيرضيهم. فانا لو ابني مؤدب الناس مش هتبقى راضيه، هتدور لي على حاجه تانية. ابني لو بيصرخ الناس هتقول ان انا مش عارفه اربي. ابني لو اترمى في الارض ده انت ام فاشله وانت مش قادره عليه وانت مش وانا لو كنت مكانك كنت عملت كذا، ده انا كنت سويت الهوايل. طبعا ده ما بيحصلش. فاهم حاجه عشان ما نبقاش حاسين بالاحراج، لا انا اقفل وديني واقفل عينيا عن الناس علشان ما يبقاش انا حاسه بضغط. ولكن هل عصبيه الطفل دي بتبقى حاجه جينيه مثلا انه واخدها من الاهل؟ ليها علاقه بالجينات بس مش هي العامل الوحيد. العامل الثاني والمهم جدا مع الجينات انه الطفل محتاج، او يعني البيئه اللي حوالين الطفل، لو الاب عصبي، لو الام عصبيه، لو هو مش متعود انه يطلع مشاعره ويعبر ويتكلم، فبالتالي هتلاقي ان الغضب هو الوسيله الوحيده طبعًا اللي بيعبر بيها. بيبتدي ان هو يزعق ويصرخ ويشاور نفس طريقه كلام اهله. بالظبط كده. لما انا اجي اتكلم معاه بعصبيه وازعق وابقى شديده جدا معاه، هيبتدي هو كمان انا المرايه بتاعته. صحيح. فهو لما هيجي يتعامل في اي موقف تاني هيتعامل معايا بنفس الطريقه، وارجع اقول ده مش مؤدب، ده مش متربي، ما ينفعش ان انت ترد عليا كده، انا ماما. لا، هو انا محتاجه الاول رول موديل، انا ايه، فهو هيبتدي ياخد مني. ده البيئه اللي حوالين الطفل بتاثر جامد جدا على فكره العصبيه، وانها تقدر تحجم اللي بتسببه الجينات.